احنا كنا شباب سابقا، حاليا المثال اللي قبلنا لا تذكرون كان الطول الموجي 810 نانومتر. على هذا الاساس صممنا ليزر بمول فراكشن اكس معين حتى يجهز هذا الطول الموجي. بالنسبه للسؤال رقم 6 واللي هو مهم، هذا السؤال يقول الفيجر شاون بيلو ديبايكتس يوضح مخطط تمثيلي للويف لينك ديفيجن مالتيبلكسنج الـ WDM. الـ WDM هو نفس نظام الـ FDM والـ TDM، لكن الإشارات هنا راح تتمثل خلال الفايبر عن طريق الويف لينك، عن طريق الطول الموجي. يعني الإشارة الأولى بطول موجي معين، الإشارة الثانية بطول موجي آخر، والإشارة الثالثة بطول موجي آخر، كلهم يترتبون خلال الباندوث الخاص بالفايبر وينقلون في نفس الوقت. بالنسبة للـ FDM كل إشارة لها فريكونسي معين، بالنسبة للـ TDM كل إشارة لها تايم معين، لكن بالأوبتيك نسمي الـ WDM الـ Wavelength Division Multiplexing، حيث كل إشارة راح تأخذ طول موجي معين. الإشارة مرات نقصد بها الـ Channel، يعني كمية المعلومات أو باندوث الخاص بالمعلومات المرسل عن طريق طول موجي معين. تمام؟ قد تكون هذه صور، قد تكون تلفزيون، قد تكون أي ديتا، أي بيانات معينة. بس وش يقول هنا؟ يقول determine، إحنا بدل ما نقول quaternary indium gallium arsenide phosphate اللي ما داخل، بس هذه من يمكم، عفوا، هذه بدلوها سووها aluminium gallium arsenide. يعني كأنه صمم ternary بدل quaternary، ternary gallium aluminium arsenide alloy تركيب بمول فراكشن معين حتى نصمم ليزر يقدر يدعم القناة X والقناة Y. شنو قناة X والقناة Y؟ هذا هو الباندوث مالت الفايبر كأنه، وتترسل عدة قنوات بهذا الشكل. كل قناة تترسل عن طريق طول موجي معين. هسه هذه channel Y، الطول الموجي 1331، والشانلات هنا كل شانل، كل قناة تلفزيونية فرضا أو قناة إذاعية أو أي شيء على طول موجي معين. فإحنا نريد نصمم بدل ما هذه قلت لكم يصير عفوا غاليوم ألمنيوم أرسنايد يقدر يجهز أو يوفر الطول الموجي المناسب لنقل الشانل Y والشانل X. تمام؟ هذا المطلوب من هذا السؤال، بدل ما هذه التركيب الرباعي راح يصير التركيب الثلاثي. الشانل واي عفوا عند 1331 نانومتر، والشانل اكس عند 1491 نانومتر. راح اوقف الشيرنج واخليه على لوحه الحل ان شاء الله. ثمانية. واي سؤال شباب لا تتردد انه تسالني. تمام. احنا شنو عندنا؟ عندنا السؤال السادس. هذا السؤال المختصر المفيد، عندنا هذا الفايبر طبعا بهذا الشكل، وموجود عدة شانلات لترسل خلال الفايبر. طبعا هذا الطول الموجي بالنانو ميتر، حددنا منهم شانل Y وهنا channel X. channel Y التردد 1331 نانومتر، والثانية عند 1491 نانومتر. فنريد نجهز ليزر، نصمم ليزر غاليوم ألمنيوم أرسنايد يدعم الأطوال الموجية channel Y اللي هو 1331 نانومتر، وأيضا يدعم channel X اللي هو 1491 نانومتر.
هنبدي اي واحده مو مشكله، خلينا نبدي مثلا شانل اكس، نقول فور شانل اكس او شانل واي مو مشكله. الطول الموجي اللي عندنا هو 1331 نانومتر. نريد نصمم ليزر الومنيوم غاليوم ارسنايد او غاليوم الومنيوم ارسنايد يجهز هذا الشيء، او هل بالامكان او لا؟ احنا نعرف انه الاي جي يساوي 1.24 على الطول الموجي بالمايكرومتر. طبعا هذا الطول الموجي بالنانومتر من الحوله للمايكرومتر يصير 1.331 مايكرومتر، فهذا راح يساوي 1.24 على 1.331 وتقريبا راح يساوي 0.932 الكترون فولت. اذا شنو هذا؟ هذا الانرجي باند جاب. واحنا نعرف الانرجي باند جاب نفس الوقت تساوي 1.424 زائد 1.266x بلس 0.26x سكوير. فنعوض هذا هنا 0.932 تساوي 1.424 زائد 1.26x بلس 0.26x سكوير. ننقل هذا لهذا الطرف راح يصير اشارته سالبه، بعد الحسابات يصير 0.2 عفوا 0.2 x سكوير بلس 1.2 x ثواني بالله زائد 1.424 ناقص 0.932 تمام ويساوي صفر. راح يصير عندنا عيني نعم يعني 0.266x سكوير 1.266x بلس 1.424 ناقص 0.93 ثواني. إذا عاد عنده كالكوليتر راح يساعدنا، بس مشكلة أنا ححسبه يعني ما حالهم ذول. إيش راح يصير عندنا؟ 1.424 ناقص 0.932 يساوي 0.492 هذا 0.492 يساوي صفر. ستأكد عفوا اوكي زين. هسه شنو نقسم على 0.266 شو حيصير؟ راح يصير x سكوير بلس 1.266 على 0.26 تقريبا تساوي 4 بوينت للمثال السابق 5.9x زائد 0.492 تقسيم 0.26 ثواني 0.492 تقسيم 0.266 1.85 هذا راح يساوي 1.85 وتساوي صفر. شباب تابعوا وياي خاف خطأ في شيء. فالإكس هنا راح تساوي طبعا الإكس الأولى والثانية ناقص 4.759
زائد ناقص تحت الجذر 4.759 سكوير بلس أو ماينس عفوا 4 × 1 × 1.85. تمام؟ 0.2 على 2. زين، هذه المفروض شو تساوي؟ ثواني، عندنا شنو عندنا؟ سولز، عندي احل برنامج الماث كاد، اكس سكوير بلس 4.759 في اكس بلس 1.85، هذا راح تطلع لنا قيمتين للاكس. الأولى ناقص 0.42 والثانية ناقص 4.3. X12 قيمتين، الأولى ناقص 42% ناقص 0.42، والثانية ناقص 4.3. ناقص 4.3. السؤال هنا، أي قيمة صالحة لتصميم الليزر؟ من يقدر يقول لي شباب؟ أستاذ يمكن ولا واحدة منهن، لأن الشرط 0.37. أحسنت، الشرط أنه الإكس أكبر من صفر وأصغر من 0.37. تمام؟ فلذلك ليزر الجاليوم ألمنيوم أرسنايد لا يصلح لتصميم مصدر ضوئي يبعث طول موجي 1331. تمام؟ فإذا هذه تهمل وهذه تهمل، pull out of the range، X أكبر من صفر أصغر من 0.37. إذن ليزر كان نوت بي ديزاين أكوردينج بموجب أرسنايد ناو ماس إكس هنا إكس. زين شباب، طبعا هو السؤال الاصلي على التركيب الرباعي، شوف بس احنا حاولنا نصممه بالتركيب الثلاثي لكن القيم غير ملائمه. بالنسبه للشانل اكس راح اترك واجب بيتي لكم، هم حاولوا بي فور شانل اكس طول الموجي راح يصير 1491 نانومتر ويساوي 1.491 مايكرومتر. والله شيء يكون ايش قد الاكس هنا يعني كهوم وورك، وهل يصلح او لا يصلح؟ واعتقد انه ما يصير ايضا، لان يعني هاي الاطوال الموجيه طويله وتحتاج ليزر متقدم نوعا ما من التركيب الرباعي. زين، حاولوا بها شباب، هذه بالبيت. زين، عيني خلصنا من هذا السؤال. السؤال اللي بعده راح اسوي شيرنج على اللوحة. السؤال اللي بعده، بالديجيتال اوبتيكال اون اوف كينج بالاتصالات الرقمية
single mode adapted fabry pyrot laser. ليزر سنجل مود يبعث طول موجي احادي اسم مجرد تم استخدامه كمصدر ضوئي is employed as a light source which has the following properties الى الخواص التاليه ال TE هسه اقول لكم شو المعنى والاي threshold والاف ار والاي انجكشن يقول احسب determine the maximum transmission bit rate for this system. هذا السؤال اللي بعده مهمين لان اكو قانون انا ما ذكرته بالمحاضرات راح نذكر بهذا بالاكزامبل نفسه. احنا عندنا هذا السيستم هو نظام رقمي يعني نريد نحسب ايش قد اقصى بت ريت ممكن نرسلها خلال هذا السيستم اللي له المواصفات التاليه. هذا الكارير لايف تايم هو بارامتر او ثابت من ثوابت الليزر، معناته ايش قد يبقى الالكترون داخل الليزر قبل لا يلتحم مع فجوة أو ينفقد. ما عليك بالتعليق الفيزيائي أو التبرير الفيزيائي الخاص، مجرد ثابت من الثوابت. هسه نيجي نشوف شلون نحل هذا السؤال اللي هو رقم 7. البسيط جدا بس اهتمام أو انتباه بسيط. هوني زين كيو 7 عندنا ليزر اون اوف كينج ديجيتال موديليشن. انا بعت المساله اتصالات زين الى مواصفات معينه الكارير لايف تايم تي اي 1.648 نانو سكند. هذا زمن او حياه الالكترون داخل الليزر. عندنا تيار الاي ثريشولد تقريبا 21.85 ملي امبير. تيار الرئيسي الانجكشن 40 ملي امبير. الاف ار تردد الاوسيليشن 4.03 × 10 جيجا طبعا جيجا هرتز. فنعرف بانه الليزر اذا الانبوت بلس بهذا الشكل هذا التايم هذا البلس الاوتبوت تقريبا هذا البداية الأولى هذه البداية الثانية راح ياخذ زمن شوية وبعدين هنا يستقر وبعدين يجي بهذا الشكل. هذا الزمن التأخير سميناه تي اون وهذا سميناه تي ار واللي هو مقلوب الواحد على اف ار. احنا نريد ايش قد ماكسيمم بت ريت اللي السيستم يقدر يجهزها. تمام احنا نعرف انه الشرط الخاص بينا حتى السيستم يكون مقبول يقول فور جود بيرفورمانس الأداء الجيد شنو عندنا الشرط؟ زمن بدء التشغيل زائدا زمن الأوسيليشن يجب أن يكون أقل أو يساوي نصف التي بت. يعني إذا هذا التي بت هنا هذه النقطة نصها المفروض كله ينتهي هنا هذا كله ينتهي هنا زين على
هذا الأساس نقدر نقول من هذا الشيء أنه التي بت على 2 هي أكبر أو يساوي تي أون بلس تي آر، تمام؟ مجرد نفس العملية. إذن يجب أن يكون البت تايم أكبر أو يساوي 2 في التي أون زائد تي آر. نفس الشرط، مجرد هذا الشرط اللي موجود هنا، عفوا، هذا الشرط استنتجنا منه هذا الشرط. كل شيء ما سوينا، مجرد قلبنا المتراجحة هذه وضربنا وسطا في طرفين، صارت 2 فيها تساوي لنا أو تيبت أكبر من هذه. بس التيبت عرض البلس يجب أن تكون أكبر أو تساوي 2 في التي أون زائد تي آر، بمعنى أقل تيبت مينيموم، أقل شيء المفروض على الأقل تساويهم 2 في التي أون زائد تي آر. يعني على الأقل هذولة، يعني سنت هذه إذا تريد على جهة معينة، كأنه الـ T on زائد الـ T R يساوي من الـ T bit على 2. أقل شيء أنه على الأقل نص الـ Pulse، ما يزيدون عليها. فأقل T bit مسموحة أنه تكافئ 2 في T on زائد الـ T R. هذه عفوا minimum good time. تفضل يا زهمالي. تفضل عيني. تجيب المينيمم بالرسم. بالرسم؟ نعم. تفضل عيني أسمعك. ولو انقطع الصوت. توضح لنا المعادلة، يعني قصدي. أعيد المعادلة مرة ثانية. أستاذ برسم بس بالضبط. ولو الصوت متقطع، بس اللي أتوقع أنه تريد أعيد المعادلة مرة ثانية. مو مشكلة يعني. إحنا الشرط اللي عندنا، إحنا هذا الانبوت كما شرحناه سابقاً. هذا الانبوت وهذا الاوتبوت للليزر العملي. هذا الانبوت البلس. التي بت عرضة معين، لكن عمليا ايش دي يصير؟ البلس الخاصة بالليزر ما راح تبدي مباشرة، راح تمر بثلاث عمليات او ثلاث مراحل. المرحلة الاولى اكو تأخير زمني نسميه تأخير بدء التشغيل، تي تيرن اون تايم ديلي، او نسميه تي اون. وبعدين الليزر يذبذب شوية وبعدين يستقر هنا. فعندنا ثلاث مراحل، المرحلة الاولى هذه والمرحلة الثانية هذه والمرحلة الثالثة هذه. زين، هذه 1 2 3. طبعا هذه هي المفيدة. احنا كل ما كانت البلس مستقرة المرحلة الثالثة كل ما كانت مفيدة. المفروض طبعا هذه المرحلة الأولى والثانية هم غير مفيدات. ليش؟ لأن يستهلكون قسم من البلس وما نستفاد من عندهم. يعني الريسيفر يتمنى أنه المرحلة الأولى والثانية كلهم يخلصون بأقصر وقت ممكن حتى تستقر البلس وتصير steady state، حتى يقدر يعرفها 0 أو 1. تمام؟ عندنا شرط يقول على الأقل إذا سيستم تريده مقبول أنه الأول والثاني ما يتجاوزون نص الانبوت مالت النصف الانبوت البلس. يعني إذا الانبوت هكذا على الأقل، على الأقل الـ T on والـ T R ينتهون بأول نصف من البلس. يعني هنا بهاي المكان هذا إن أكو تأخير تنتهي وراء تبدي مستقرة. تمام؟ فهذول على الأقل، على الأقل ما يتجاوزون نصف عرض نبضة الإدخال حتى السيستم يكون مقبول. فصار عندنا هذا الشرط.
التي اون اللي هو الاول المرحله الاولى هذا، والتي ار اللي هو الثاني، على الاقل اصغر او يساوي نصف التي بت تايم. هذا التي بت، هذا التي بت على اثنين نصفه، وهذا النصف الثاني طبعا، على الاقل بالنصف الاول ذول ينتهون، وراها تبدي البلس المرحله الثالثه انه بلس مستقره وبدون اي فلكتشويشن، بدون اي تشوه. زين، فهذا هو الشرط الاساسي اللي عندنا حتى السيستم يكون مقبول. كل ما هنالك ما سوينا شيء، مجرد عمليه رياضيه بسيطه. ما دام هذول اصغر من التي بت على اثنين، اذا التي بت على اثنين اكبر منهم. تمام؟ فوصلنا لهذه الخطوه. التي بت على اثنين اكبر من عندهم. كل ما كانت اكبر كل ما كانت افضل. اقل تي بت مسموحه انه تساويهم على الاقل. يعني ذولا ينتهون لحد نصف البلس، هذه تسمى مينيمم بت تايم اكسبتبل، يعني اقل بت تايم مسموح به لانه السيستم يكون اداءه مقبول. تمام، كل ما كان اكبر كل ما يعني كل ما كان هذا اصغر كل ما كان افضل، لكن اقل شيء للبت تايم انه على الاقل تساويهم. هذا اللي اقصده. اتمنى اكون جاوبت لك عزيزي. احنا نعرف انه البت ريت يساوي واحد على التي بت، كمية المعلومات المرسلة دائما تساوي هو تردد يساوي واحد على التايم، هذا قانون أساسي عندنا. مدام هذه مينيموم وبالمقام، إذن هذه راح تصير ماكسيموم. إذن نقدر نقول بت ريت ماكسيموم استنتاجا هو واحد على التي بت مينيموم. ليش؟ واحد على كمية صغيرة كمية كبيرة، يعني الماكس يساوي مقلوب المينيموم. تمام؟ فلهذا صار عندنا هذه الشيء. طبعا أنا أريد أعطيكم الأفكار حتى بالامتحان ما تتفاجئون إن هذا السؤال امتحاني جايبه سابقا، لكن حتى نعرف إيش يصير والفكرة تفيدنا يعني للمستقبل أو أي واحد يسألنا. بس شنو المطلوب؟ المطلوب بس نوجد التي بت مينيموم وبعدين نحسب البت ريت ماكسيموم. مثل ما قلنا هنا التي بت مينيموم يساوي 2 في زمن بدء التشغيل الاول زائدا التي ار. هسه هذا التي اون انا ما منطي بالمحاضرات، قانون ايش يقول؟ نكتبه باللون الثاني. تي اون يساوي هذا الثابت اللي هو زمن بقاء الالكترونات في، طبعا هاي عنا الضرب لين ماكو لوغارثم وكولين بالكالكوليتر، لين شنو؟ الاي انجكشن على اي انجكشن ناقص اي ثريشولد. هذا قانون مهم جدا، نقدر من عنده نحسب زمن بدء التشغيل. تطبيقه بسيط يعني، ايش راح نقول؟ نقول هو يساوي التي اي معطى بالسؤال 1.648 في 10 اس ناقص 9، هذا شنو؟ هذا التي اي مضروب في لين الاي انجكشن 40 على 40 ناقص 21.85. طبعا هو ملي امبير هنا وهنا ملي امبير وهنا ملي امبير، بس ما دام ملي امبير بالبسط وملي امبير بالمقام فما حاجه تكتبهم، يعني هم اصلا راح يختصرون. نكتب الارقام مباشره، 40 على 40 ناقص 21.85. هاي شلون تحسبها بالحاسبه اللي عندك الشخصيه؟ أول شيء توجد الأربعين على أربعين ناقص واحد وعشرين كقيمة، وبعدين تأخذ لها اللين. زين؟ تمام؟
اول مره تشوف قيمه ال 40 على 40 ناقص 21.85 ايش قد الحاسبه، وبعدين تستخرج اللين الخاص به على مود لا يصير التباس او خطا بالموضوع. هذا قيمته راح تساوي 1.302 في 10 اس ناقص 9. حتى من تستخدمها هاي العشرة عشرة أس ناقص تسعة أزلها على صفحة خليها هنا ومجرد شوف هذا إيش قد يساوي هذا وضربه في 1.648 واعتبره مضروب كله في عشرة أس ناقص تسعة. حتى لا تتخربط تضرب عشرة أس ناقص تسعة بالحاسبة وتخربطك الأرقام والأسس، مجرد هذا يعني خلي ببالك اضرب هذا الرقم في ناتج هذا القوس والناتج النهائي ضربه في 10 أس ناقص 9 ويساوي 1.302 نانو سكند. يعني الليزر يحتاج 1 نانو سكند وشويه حتى يبدي الفوتونات تزيد قيمتها وتنشا البلس. بالنسبه للتي ار يساوي من 1 على الاف ار ويساوي من 1 على 4.03 جيجا طبعا في 10 أس 9 هذه جيجا وتساوي تقريبا 0.248 في 10 أس ناقص 9. حتى بالحاسبة هذه 10 أس 9 مباشرة صعدها وخليها 10 أس ناقص 9 وبس شوف ايش قد قيمة 1 على 4.03 وتساوي 0.248 نانو سكند. إذن تي بت مينيموم تساوي 2 في الأول 1.302 زائد 0.248 طبعا بالنانو سكند بعدين نشوفهم وتساوي 3.1 تقريبا. لا ننسى النانو سكند هذا وهذا يصير نانو سكند هنا. إذا بت ريت ماكسيموم يساوي 1 على التي بت مينيموم مثل ما قلت لكم 1 على مينيموم يساوي لنا ماكسيموم ويساوي 1 على 3.1 النانو هو 10 أس ناقص 9 في 10 أس ناقص زين عيني. وحسب النتيجة اللي يمي دائما شيك وراي بالبيت 0.323 في 10 أس 9 مجرد 10 أس ناقص 9 راح تنقلب ويساوي يعني بعد هي النتيجة بس لكن إذا تريد ترتبها أكثر ويساوي 3.23 في 10 أس 6 مجرد هذه 10 أس ناقص 3 هذه 10 أس 9 صارت 10 أس 6 ويساوي 3.23 10 أس 6 هي ميجا بت بير سكند حيث الميجا هي 10 أس 6 وهكذا قدرنا نحسب البت ريت ماكسيموم. إذا فكرة هذا السؤال شباب أنه الشرط الخاص بنا أنه التي اون زائد التي ار أصغر أو يساوي التي بت على 2 بمعنى التي بت على 2 أكبر أو تساوي تي اون زائد تي ار. مجرد عملية رياضية اكتشفنا أنه التي بت يجب أن تكون أكبر أو تساوي 2 في ذول. أقل قيمة للتي بت منهم أنه تساويهم 2 في تي اون زائد التي ار. حسبنا التي اون بس هذا القانون مهم جداً ديروا مالكم عليه كتبوا بورقة على جهة زين هذا القوس طبعا كله حسبنا كل المعلومات موجودة عندنا نشوف مقدار هذا شقد وناخذ للين ونوب نضربه في هذا الرقم وحسبنا التي ار 1 على اف ار حسبنا التي بت مينيموم قلبناها راح تصير هي التي بت ماكسيموم. تمام السؤال الاخير نشوف السؤال الأخير
السؤال الأخير، والان ار زد ديجيتال اوبتيكال فايبر كوميونيكيشن، الان ار زد هي نون ريتيرن تو زيرو، اللي هي البلس العاديه. البلس العاديه ككود تسمى الان ار زد. يتكون من سنجل مود ليزر، ليزر احادي المود، واوبتيكال فايبر واوبتيكال ريسيفر. يقول البي اي الباور مع الكرنت، كاركترستيك مميزات البي الباور مع الاي الكرنت للليزر، والانجكشن كرنت بلس يعني البلس الداخلي موجودين كما بالشكل. يقول احسب فيما اذا هذه الانجكشن بلس او موجه الادخال كان could be transmitted efficiently or not، ممكن نرسلها بصوره كفؤه او لا. زين، هذه البلس الموجوده عندنا، زين يعني خلنا ننقل هذه الرسومات الاثنين للوحة الحل حتى نفتهم من عندهم. عفوا، راح نرجع للوحة الكتابة. تمام، هذا السؤال أعتقد رقم 8. نعم، يقول ليزر on off king الانجكشن بلس الخاصة بي، بنقول انجكشن يعني الإدخال، هي بالشكل التالي. تذكر أوكي بهذا الشكل، هذا التايم وهذا انجكشن بلس. ومن نقول انجكشن بلس معناته الانبوت بلس. التيبت الخاص به موضح 4 نانو سكند، 4 نانو سكند، والتيار الانجكشن 40 ملي امبير. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية منطينا مواصفات الليزر وبهذا الشكل، هنا التيار وهنا القدرة البي. ومثل ما قلنا الليزر يحتاج وقت، أو مو يحتاج وقت، أول مرة نزيد التيار ماكو 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 باور. ليش؟ يعني كل الفوتونات المتولدة تنفقد خلال الليزر. لما ما نوصل إلى حد بحيث تتساوى الفوتونات المتولدة مع الفوتونات المفقودة، أي قيمة تيار زايدة بهذا الاتجاه راح تنطيك باور بهذا الشكل. هذه القيمة اللي هنا اللي هي 21 point 8.5، أنا أتأكد. هم بوينت 8.5 شباب، مو 4.5 للتقريب. هاي بس صححوها هنا. 1.85. تمام؟ بس هذه 1.85 مو 21.845. لا يعني. والخمسة من قرب تصير واحد، ما مشكلة. هذه القيمة، هذه القيمة هي تيار الثريشولد. زين، وهذه القيمة الأربعين ملي أمبير، نتأكد من الرسم. الأربعين ملي أمبير هي الآي إنجكشن. حتى انا منطيكم انه الاي انجكشن هنا 40، اللي هو طبعا التيار بالملي امبير، لا ننسى هذه ايضا هي قيمه الاي انجكشن. فالشرط شنو؟ يقول تو ترانسميت، لارسال، او عفوا عفوا خلينا نشوف صيغه
مو فد هذا يصير. قول فور ان افيشنت ترانسميشن، يعني لنقل كفو جيد، شنو الشرط؟ تي اون زائد تي ار يجب ان يكون اقل او يساوي التي بت على 2. اذا ما تحقق هذا الشرط فما عندنا افيشنت ترانسميشن. زين عيني، بس نحسب، نشوف نحسب هذا الطرف ايش قد ونحسب هذا الطرف ايش قد ونشوف هل تتحقق هذه المتراجحه ام لا. التي بت هي 4 نانو سكند معطات بالسؤال عرض البلس، فاذا راح يقول شنو؟ نقول تي اون زائد تي ار المفروض اصغر او تساوي 4 نانو سكند على 2، ان هذه هي التي بت واللي معطات بالسؤال هنا، هذه هي التي بت. بمعنى انه تي اون زائد تي ار يجب ان يكون اثنيناتهم اقل من 2 نانو سكند. فروح نحسب ذول، هل فعلا اقل مجموعهم اقل من 2 نانو سكند او يساوي؟ اذا تحقق هذا الشرط فاذا وي هاف افيشنت ترانسميشن، اذروايز غير ذلك وي هاف نو افيشنت ترانسميشن. ايش نسوي؟ نفس الطريقه بالضبط، تي اون يساوي كارير لايف تايم مضروب في اللين اي انجكشن على اي انجكشن ناقص اي ثريشولد، تمام، ويساوي 1.648 في 10 اس ناقص 9 في طبعا لين 40 على 40 ناقص 21.85. صححناها، هذه مو 845 عفوا. وهذا بالاخير حينطيك قيمه نفس القيمه السابقه 1.302 في 10 اس ناقص 9 او 1.302 نانو سكند. هذا الجزء الاول اللي هو التي اون استخرجناه. الافضل خلينا نثبت على جي تي اون يساوي 1.302 نانو سكند. زين عيني، التي ار يساوي لنا 1 على الاف ار ويساوي لنا 1 على 4.03 جيجا في 10 اس 9 ويساوي 0.248 في 10 اس ناقص 9. اذا تي ار يساوي 0.248 نانو سكند. طبعا عفوا هذه الوحدات سكند، هنا الوحدات سكند. هسه شنو نقول؟ نقول تي اون زائد تي ار شو يساوي؟ 1.302 زائد 0.248 وهذا راح يساوي 1.55. هذا ال 1.55 طبعا نانو سكند، هي شنو؟ اصغر من 2 نانو سكند. شنو هي الاثنين نانو سكند؟ اللي هي هذه تي بت على 2 لا تنسوها بالبدايه، وهذه تي اون زائد تي ار. ما دام الشرط تحقق انه هذه اصغر او تساوي، هي اصغر، اذا the pulse can be
transmitted efficiently بصوره كفؤه. غير ذلك شباب راح تكون البلس غير لا يمكن ارسالها بصوره جيده، يعني راح تتشوه والريسيفر قد يعتبرها خطا، واحتمال كبير انه تصير عندنا بما يسمى بالبيت ايرور ريت. زين يعني هذه نهايه هذا الفصل شباب. احنا ننهي التسجيل حتى احكي وياكم شويه.